من بين المؤاخذات او يعني المخالفات اللي منسوبه له في الملف هذا انه كاين رخص اللي حقها ماشي اختصاص ديال رئيس المقاطعه، اختصاص ديال رئيس الجماعه، ولكن هذه الرخص هذوك كدوز بلاتفورم، وبلاتفورم راه هي اللي كتحدد، راه هي اللي كتصيفط هذا الملف هذا للجماعه ولا المقاطعه ديال طنجه ولا بني مكاده ولا السواني ولا يعني هي اللي كتحدد. وبالنسبه لهم ملي كيوصل له هذاك الملف كرئيس وكيفتح البلاتفورم راه عنده جوج الاختيارات، الرفض القبول راه يمكنش او لا يخليها معلقه هيداك، تهدا نظر اذا كانوا باغيين يخليوا الرخص معلقين بلا حتى شي سبب عاود تهدا نظر. اما هو عنده الحق راه يا اما يرفض واما هذا يا اما يرفض واما يقبل، وبالتالي ما يمكنش يلوموه على واحد ربما عيب كاين في هذه البلاتفورم هذه، او ربما عيب في اللي قائمين عليها علاش كيصيفطوا هذه الرخص هذو الجهه غير مختصه والله اعلم. هذا المهم بعض التوضيحات، ولكن لاحظتوا كيف ما شفتوا دابا في الجلسه يعني كلها مخالفات ان كانت ناكدوا على القضيه هذه غير موجبه للعزل، لان هذا السيد هذا بصح كيف ما شفناه كيتراس هذه المقاطعه هذه وكيف كيخدم المواطنين وكيف كيجتهد هذا بغض النظر اني اختلف معه زعما كثيرا وبزاف وانا في المعارضه، ولكن لكل ذي حق حقه، ماشي غير الرجل لان حنا في المعارضه غنوافقوا على حاجات اللي كنشوفوها بصح ظلما وعدوانا. وبالتالي المهم املنا في القضاء الاداري وفي الحكم ديال نهار التنين ان شاء الله. المحكمه قررت تاخير الملف في جلسه 21/10 قصد الاطلاع على جميع الكتابات اللي تسلمتها سواء من طرف ديالنا سواء من طرف سلوك القضاء المملكه، وكذلك كانت هناك كما قلت مداخلات شفويه شكرنا كثير المحكمه لانها سجلتها في المحضر ديال الجلسه. صراحه متفائلين كثيرا بالحكم ان شاء الله اللي غيكون، هو يكون مجرد حكم ابتدائي، وكنعتقدوا بان اي واحد غادي يطالع على الاوراق ديال الملف سيقتنع قناعه صميميه بكون السيد محمد الشرقاوي لم يقترف اي مخالفه اللي كانت مسطره في المقال الافتتاحي، خاصه وان ما اعتبره السيد ولي الجهه بمثابه مخالفه موجبه للعزل هي ممارسات يمارسها جميع المنتخبون في مدينه طنجه سواء رؤساء مجلس المقاطعه او حتى رئيس المجلس الجماعي بيدو. استغربنا كثيرا لكون السيد وكيل القضاء المملكه يقول بانه تعطات الفرصه للسيد محمد الشرقاوي انه يجاوب كتابه، والحال ان السيد محمد الشرقاوي كان اعطى مجموعه من الوثائق المفتشيه العامه للاداره الترابيه، ولكن ما تسلمتش من عنده، خاصه بعض المحاضر ديال الاجتماعات اللي كانت موقعه من عند مجموعه من المسؤولين منهم رؤساء المقاطعات الاربعه ورئيس المجلس الجماعي وممثل ولايه جهه تطوان الحسيمه. متفائلين وكنعتقدوا بان العداله غتاخذ المجال ديالها ان شاء الله في هذا الملف هذا. شكرا.